سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، ان قضية اليوم قضية مهمة جدا، يجب ان نبص لها بشكل مختلف. ان المتهم اليوم يا سيادة القاضي بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ماذا حدث لكي يحب بس هذا الطفل البريء؟ اتنظر الى ملامح حجه، تم كده ايه؟ ماذا فعل هذا البريء؟ قتل ابوه. كان بيحرمه يا سيادة القاضي من المصروف. طفل بريء في السن ده لازم يجيب مصاصة وحلويات براحته. ما كترش. ويجب ان تعلم عدالة المحكمة ان اذا لم يكن الاب متوفي الان فيجب ان تحكم عليه بالاعدام بدل المرة الف. وابني اسمه انت خان البحر. طلع عايش يا سيادة القاضي. يا بابا خليك زي ما انت بتقول، وانت خد يعني اسم ربنا وعظك. في ايه؟ في يا نهار اسود، يخرب بيتك يا خان البحر انت. ايه ده يا بابا؟ لقيت في تلميذ هنا في السجن، انت عارف ان ابوك كهربائي قديم بقى، ففكيت السجلين لما مشتهم وجيت بقى ركبها لحد ورا بيت، فمش عارف. الله كان لازم تلعب في حد الفندق، ما كانتش شغاله بحلوه. ليه كده يا كابتن البحر انت؟ يا عم لا وربنا ما هتكون ده، انت فاكرني هعديها لك كده ولا ايه؟ انا حافظ الدور ده، لا مش عليا. الو غرفه 507 حضرتك اللي شنها اتحرقت، كابتن البحر ابني روضها. هاوس كيبنج ادخل. ايه ده البومك؟ لا حضرتك انا بدفع بس حق الشاشه. جدع البومك راجل، يلا ايوه اشتغل كده، ما انا اتلف شايف عليا اصلاح. مش لما اكون انا اللي اتلفته يا رب صبرني. جاي صبرني يا رب، اعمل فيهم ايه؟ في الاخر اللي بلبس ربنا. انت يا زفت خلي بالك من اخوك لا يغرق. انا اللي خلي بالي منه؟ ده هو اللي خلي بالي مني. حاضر يا امي حاضر. خلي بالك مني بس. يلا بقول لك انا عايز اجي العب معاك هنا. لا اوعى تيجي، لو جيت انا هتغرق يا عمي. ما انا هنا بغرق برضه. طب خليك انت، بس خليك وانت مش هتغرق. العني العني بغرق. جاي لك استنى. ايه اللي عليك ما تغرقش؟ لا بجد بتهزر ولا بتكذب؟ بجد المره دي الحقني بغرق. استنى ضحكت عليك برضه ما بغرقش. انت عايز سمك طلع كده مين يالا؟ تصدق لو غلطت انا مش جاي لك. يوه خدي تعالي بقى. الحقني بقى. ايوه يا اخويا استعبط مش جاي لك. بغرق والله بجد. يا نهار اسود، سيب اخوك يغرق. بيغرق مين يا ام؟ ده بيستهبل كل مره. كلب البحر بيغرق اهو والله، عملها كده مره كده بجد بيستهبل.